اريد اجي لموضوع مو تغيرات اللي قاعد تصير بالعراق. حالوب نعم. نزل الاخير نعم. امطار في غير محلها, تطرف طقسي. طيب هذا تنبؤاتكم يستمر ما يستمر وشنو اسبابه؟ اسبابه طبعا خارج العراق وبعيد عن المحليه اطلاقا, هي نشاط في القطب الشمالي وادى الى انه نزول احواض بارده بشكل اكثر من المطلوب يعني سابق العهد, وطبعا راح تستمر خلال اليومين القادمين ايضا اكو عندنا امطار, لكن هي تعتبر بالاطار العام هي ضمن الحدوث الطبيعي, لان ممكن امطارنا تستمر الى شهر 6. قبل سنوات صار عندنا فيضانات في عين الغربي في شهر الخامس يمكن تتذكر حضرتك, كانت 117 ملم نزلت في هذه الفتره, فهي ضمن الاطار العام طبيعيه, ولكن اكو تطرف لانه شفنا الحالوب وضعه مو طبيعي على سبيل كبير يعني. طبعا هذا لا يعول عليه انه يتكرر. لا طبعا, واحنا ان شاء الله الموسم القادم اكو مؤشرات جيده انه الامطار تعود الى وضعها الطبيعي وممكن اعلى من المعدل ايضا. احنا هذا يعني الموسم المطري القادم ان شاء الله. يعني ايش عجب يعني بسبب انه المؤثر اللي سبب النجفاف انتهى, اللي هو ظاهره اللانينا في شرق المحيط الهادئ.